أعلنت حركة حماس انطلاق فعاليات لمواجهة خطط الضم والتي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذها مطلع الشهر المقبل. ودعا صلاح البردوي للقيادة في حركة حماس لبناء استراتيجية وطنية تقاوم خطط إسرائيل بكافة أشكالها على حد تعبيره. كما ودعا البردوي لتحريم التنسيق الأمني وتحشيد الأمة العربية والإسلامية ضد المشروع الإسرائيلي الأمريكي. نقف اليوم أمامكم لنعلن عن انطلاق واستمرار فعالياتنا الوطنية في مواجهة خطة الضم الصهيونية التي ينوي العدو الصهيوني الإعلان عن الشروع في تنفيذها كفصل من فصول تنفيذ صفقة القرن التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في مسلسل العدوان على شعبنا وأرضنا. والآن من قطاع غزة أريد أن أرحب بالصحفي سهيل ناصر. مرحبا بك أستاذ سهيل والمختص بالشأن الفلسطيني. إذا أستاذ سهيل بداية دعنا نقرأ يعني المشهد اليوم. إسرائيل وافقت لقطر بإدخال 50 مليون دولار إلى قطاع غزة. بداية كيف نقرأ خطوة كهذه يعني تزامنا مع التوترات دعنا نقول الأمنية والسياسية التي نشهدها؟ نعم، دعيني بداية أتحدث يعني يا ليتنا نتعلم من التخطيط الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية ولإسرائيل بما تفعله في الأراضي المحتلة وتحديدا في قطاع غزة والضفة الغربية. كل خطوة تقدم عليها إسرائيل سواء بتأخير أموال أو بمحاولة الحفاظ على انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية والحفاظ على حالة الانقسام السياسي ومخطط له. تأخير المنحة جاء مع الحراك الذي يدور الآن حول اعتراض الفصائل على موضوع قرار الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وغيرها. هذه النقطة، أي خطوة من غزة ستقوم بها الفصائل وتحديدا حركة حماس باعتبارها المسيطرة على قطاع غزة ستكون محسوبة. بمعنى اليوم تم إطلاق أو بالأمس تم إطلاق البالونات الحارقة مقابل أن يتم إدخال الأموال. إذا كان هناك حراكا شعبيا كما تحدث صلاح البردوي للقيادة في حركة حماس وتحدث أن هناك حراكا شعبيا ودبلوماسيا وحقوقيا ومؤسساتيا على هذا الإطار للتعبير عن رفضه لقرار الضم الإسرائيلي سيكون محسوبا بدقة. أي قرار قد يكون أو أي خطوة قد تتخذها غزة للضغط على إسرائيل سواء بإعادة تسريرات العودة سيقابلها بمنع خطوات كثيرة، أولها المنحة القطرية والتسهيلات التي تعتبرها إسرائيل تسهيلات كبيرة وإن كانت هي بسيطة بالنسبة للمواطنين الغزيين ستتوقف عنها إسرائيل وبالتالي ستدخل في مقايضة. وهذه ربما الهدف من تأخير المنحة القطرية الأخيرة في قطاع غزة، هناك رسائل من هذا التأخير بما معنى أن أي خطوة ستقدم عليها الفصائل في غزة سيكون هناك عقاب إن صح التعبير لأي خطوة في هذا الإطار. على أي حال للأسف الفصائل يعني أو إسرائيل خططت لهذا الأمر منذ انسحابها من قطاع غزة في عام 2005 والآن الكل يدفع ثمن هذا النجاح الإسرائيلي ونحن ندفع بنجاح إسرائيل في المضي قدما في موضوع الضم. وبالتالي المطلوب الآن من الفصائل هو الحل الحقيقي والوحيد هو إعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وهذا الأمر صعب في ظل دفع إسرائيل لهذه الأموال وفي ظل حفاظ إسرائيل على حالة الانقسام وفي ظل حفاظ إسرائيل على بقاء الفصائل في قطاع غزة في هذا الإطار. وبالتالي الخيارات محدودة، كل من يتحدث في أن هناك خطوات استراتيجية سوف يتم العمل عليها بشكل أو بآخر أعتقد لن تكون ناجحة بدون أن يكون خطوة استراتيجية أساسية وهي إنهاء حالة الانقسام السياسي. أستاذ سهيل ناصر من قطاع غزة المختص بالشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.